الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فبداية من هذا الدرس إن شاء الله يكون الشروع في تفسير سورة النساء، وهي السورة الثالثة بعد سورة الفاتحة. فقد مضى معنا تفسير سورة البقرة وسورة آل عمران، وهذه السورة الثالثة. وقد ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وذلك قبل أن يرتب المصحف الشريف. هذه السورة المباركة أيها الإخوة الكرام تسمى سورة النساء، ولا يعلم لهذه السورة اسم سوى ذلك الاسم، لكن بعض الصحابة سماها سورة النساء الكبرى في مقابل سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصورة. وهذه السورة المباركة مدنية، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، الإجماع على كونها مدنية. وقد مضى معنا الكلام في أن القرآن المدني يقصد به زمان ولا يقصد به مكان، يعني ليس المقصود بالقرآن المدني ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، بل المقصود ما نزل بعد الهجرة، سواء نزل بالمدينة أم بغيرها. والقرآن المكي يقصد به ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، سواء نزل بمكة أو بغيرها. ومعلوم بأن السور المكية أكثر بكثير من السور المدنية، حتى إنها تبلغ 86 سورة، أما السور المدنية فليست سوى 28 سورة. والسور المكية يغلب عليها قصر الفواصل وقوة الأسلوب وكثرة الزواجر والحديث عن وحدانية الله عز وجل والجنة والنار وذكر أدلة البعث والنشور. السور المدنية آياتها طويلة، أحكامها غزيرة، أسلوبها هادئ، وتتناول القضايا المتعلقة بالأخلاق والأحكام وما إلى ذلك. وهذه السورة المباركة سورة النساء قد نزلت في فترات، ما نزلت دفعة واحدة ولا جملة واحدة، ويدل على ذلك تنوع الموضوعات التي تناولتها. فالآيات التي فيها قول ربنا جل جلاله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم،
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. بلا شك أنها نازلة قبل سورة النور، وسورة النور كما لا يخفى قد نزلت فيها جملة من الآيات عقيب حادثة الإفك التي كانت في غزوة المريسيع. وغزوة المريسيع كانت في السنة الخامسة أو كانت في السنة الرابعة على اختلاف بين أهل السير. فهذه الآيات من سورة النساء نازلة قطعا قبل تلك الآيات من سورة النور، ويدل على ذلك أنه لما نزلت آيات سورة النور التي فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا يشير به إلى ما في سورة النساء في قول ربنا جل جلاله: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذه السورة المباركة آياتها 76 آية في عداد أهل الكوفة، و77 آية في عداد أهل الشام، و75 آية في عداد أهل المدينة. يعني في مصاحف المدينة 75 آية، وفي مصاحف أهل الكوفة 76 آية، وفي مصاحف أهل الشام 77 آية. وانتبهوا أيها الإخوة الكرام، حين تقرأ مثل هذا الكلام في كتب المفسرين لا يخطرن ببال أحدنا أن كتاب المصاحف قد اختلفوا في الآيات، بعضهم أثبت آية وبعضهم أسقطها، أبدا ما حصل شيء من ذلك. فالقرآن والحمد لله محفوظ بآياته وترتيبها وألفاظها وحروفها، مصداقا لقول ربنا جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنما الخلاف في عد الآي، في عد الآي. وها هنا في هذه السورة المباركة قد وقع الاختلاف في موضعين: الموضع الأول في الآية 43، في الآية 43 في قول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هذه في مصاحف أهل الكوفة آيتان، الآية الأولى تنتهي بقول ربنا ويريدون أن تضلوا السبيل، أما أهل المدينة فيجعلونها آية واحدة فيقرؤونها: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يعني بعضهم جعلها آية وبعضهم جعلها آيتين. فمن أجل هذا يقال بأن أهل الكوفة جعلوا سورة النساء 76 آية، وأهل المدينة جعلوها 75 آية، مثل ما قيل في سورة الفاتحة في قول ربنا جل جلاله: صراط الذين أنعمت عليهم. بعضهم يقف هنا ويعتبرها آية، ثم الآية التي بعدها: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وبعضهم يقرأها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها آية واحدة. ثم الموضع الثاني في الآية 73 بعد 100 في خواتيم هذه السورة، قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أهل الشام في مصاحف أهل الشام: فيعذبهم عذابا أليما، هذه آية، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، آية أخرى. فلذلك جعلوا هذه السورة 77 و100 آية. أما أهل الكوفة وأهل المدينة فيجعلونها آية واحدة. وهذه السورة المباركة قد اشتملت على 3745 كلمة. هذه السورة فيها 45703 كلمة، وأما حروفها 16030 حرفا. هذه السورة فيها 16000 من الحروف وثلاثون حرفا، فلقارئها من الثواب ما لا يحصيه إلا الله، والله يضاعف لمن يشاء. وفي هذه السورة المباركة أيها الإخوة الكرام بشارات عظيمة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 5 آيات في سورة النساء، ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. 5 آيات في سورة النساء، ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. الأولى قول ربنا جل جلاله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والثانية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والرابعة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والخامسة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة النساء 8 آيات هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر الآيات 5 التي ذكرها عبد الله بن مسعود رضوان الله على الجميع، وهذان الحبران هما من أعلم خلق الله بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليهما. هذه السورة المباركة أيها الإخوة الكرام هي في المصحف تالية لسورة آل عمران، وبينهما أوجه من الشبه. الوجه الأول أن سورة آل عمران قد ختمت بالأمر بتقوى الله، وهذه السورة قد افتتحت بالأمر بتقوى الله. فسورة آل عمران آخر آية فيها: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذه السورة أول ما فيها: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ثم الوجه الثاني
أن سورة آل عمران قد تناولت في 60 آية أحداث غزوة أحد وما كان من شأن المنافقين فيها. وفي هذه السورة بقية لذكر هؤلاء في قول ربنا جل جلاله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الأسرة هي عماد المجتمع، فهذه رسالة سنوصلها للأسرة، أنه لا بد أن نسأل عن أبنائنا، لا بد أن نعرف مستواهم، لا بد أن نزورهم في المدرسة. نسعى جميعا لأن تكون بأمان. بيل قلت لك اللي بتزرعه بتحصده. المسألة ما بتجي بدون تربية صحيحة. إذا كان الأب ده بيتعامل مع أولاده في الود ويمسع على رؤوسهم، حتى نحن في قصص كثيرة في الدين بنلقى صح مسع على رأس الطفل دي من الأشياء اللي بتخلق الإلفة والمودة. الحياة لا تخلو من المشاكل والكدر، إلا أن لكل مشكلة حل. أكدت كل الاستبيانات اللي احنا عملناها انه واحدة من الاثار النفسية على الابناء بالذات، احنا لو ملاحظ انا من بداية الحلقات لحد نهايتها حكون مركز في تربية الابناء على من عمر يوم لحد كم نهاية السنة الثامنة. نعم احنا قلنا مع بداية السنة التاسعة ما في تربية تانية. وعقارب الساعة لا تتوقف. وفي انفسكم افلا تبصرون. يجب ان ننتبه لشركائنا في الحياة. ده ما فن تعامل، أدب حديث. أشير عليه مساحة لنثر الحب والوئام. تابعونا كل أربعاء على شاشة وإذاعة طيبة. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. ويحو قلوبكم ساعة وساعة ولتملأوا دروبكم سعادة وطاعة. روحوا قلوبكم ساعة وساعة ولتملأوا دروبكم سعادة وطاعة. روحوا قلوبكم ساعة وساعة خير خلق الله أجمعين. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. ثم الوجه الثالث في سورة آل عمران حديث عن الغزوة التي تلت غزوة أحد. كما مضى معنا الكلام كانت غزوة أحد في يوم السبت 15 من شوال من السنة الثالثة من الهجرة. وفي يوم الأحد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى حمراء الأسد، ونزل في شأن الصحابة الذين خرجوا في تلك الغزوة قول ربنا جل جلاله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ها هنا تكملة في قول ربنا جل جلاله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلبهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ثم الوجه الرابع أن في سورة آل عمران حديثا مطولا عن الجهاد وما أعد الله عز وجل للمجاهدين وللشهداء، كما في قول ربنا جل جلاله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وكما في قوله جل جلاله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
بل أحياء عند ربهم يرزقون. هنا أيضا في هذه السورة حديث مطول عن الجهاد وحث عليه وعلى الصبر في مواطنه، كما في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وكما في قوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، إلى غير ذلك من أوجه الشبه التي بين هاتين السورتين المباركتين. ثم إن الموضوعات التي تناولتها هذه السورة فيها تركيز على حق الضعيفين النساء واليتامى، هذان النساء واليتامى. ونجد في هذه السورة ملامح المجتمع الجاهلي واضحة، مجتمع فيه افتخار بالعنصر والنسب، ولذلك تفتتح السورة بالتذكير بالأصل الواحد الذي يرجع إليه البشر جميعا، وأنهم أبناء أب واحد وأم واحدة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتفاخرها بالآباء، الناس رجلان: مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. ثم من ملامح المجتمع الجاهلي في هذه السورة المباركة أنه مجتمع يأكل القوي فيه الضعيف، يتسلطون على أموال اليتامى، وهذا التسلط يكون من الأقرباء ومن الأوصياء ومن الكبار، ويشتد هذا الظلم على اليتامى خاصة إن كن إناثا، فيأكلون أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا. والفتاة الذي بقي لتلك اليتيمة لا تطيب نفس وليها بأن يدفعه إليها، بل يتخذها زوجة لا رغبة فيها وإنما رغبة في مالها، وإن لم يتزوج بها هو فإنه يزوجها لبعض أولاده من أجل أن يؤول ما بقي من المال إليهم. ثم إنهم يتبدلون الخبيث بالطيب ويأكلون أموال هؤلاء لهؤلاء. ثم من ملامح مجتمع الجاهلية كذلك ما لحق من ظلم عظيم بالمرأة، المرأة كانت متاعا يورث، ربما يموت الرجل فيأتي ولده من امرأة أخرى فيطرح على زوجة أبيه ثوبا ويرثها كما يرث مال أبيه، فتصير زوجة له. ولذلك الله جل جلاله قال لهم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وأيضا من الظلم ما كان يحصل من حرمان المرأة والصغير من الميراث، كانوا يقولون: لا نورث إلا من يحمل السلاح ويطعن بالسنان، ولذلك كانوا يظلمون النساء والصغار ويهضمونهم حقوقهم في الميراث. فأنزل الله عز وجل قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن قال سبحانه متهددا ومتوعدا إياهم: ومن تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده
يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأيضا هذه السورة نجد فيها من ملامح المجتمع الجاهلي بأن النكاح كان بغير أحكام بغير حدود، فعنيت السورة ببيان المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاع والمحرمات من المصاهرة وبيان أحكام نكاح الإماء ونكاح الحرائر وأحكام الصداق وما يتعلق بحقوق النساء. ثم من ملامح المجتمع الجاهلي في هذه السورة كذلك أنه مجتمع يكثر فيه أكل أموال الناس به الباطل، المعاملات الفاسدة، المعاملات الربوية، المعاملات القائمة على الغصب والغش وما إلى ذلك. فجاء قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وعنيت السورة كذلك ببيان أحكام العلاقة الزوجية وكيف نعالج الخلاف إذا طرأ، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ثم في قريب من خواتيم السورة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وكذلك في هذه السورة بيان للحقوق، بيان للحقوق سواء كانت من حقوق الأرحام أو الوالدين. فنقرأ قول ربنا جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ونجد في السورة كذلك حديثا مطولا عن المنافقين وصفاتهم ودنيء فعالهم وتحذير من ربنا جل جلاله لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ويختم ربنا جل جلاله الحديث عن المنافقين ببيان مصيرهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم يفتح لهم باب التوبة: إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والخلاصة أيها الإخوة الكرام أن هذه السورة المباركة تتضح فيها ملامح القرآن المدني غاية الاتضاح، فلا غرابة أن ينقل الإجماع على مدنيتها. ويكفينا أن النداء بوصف الإيمان قد تكرر فيها 9 مرات: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 9 مرات يتكرر النداء بوصف الإيمان.
ووجود آية فيها نزلت في مكة، وهي قول ربنا جل جلاله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا لا يؤثر في مدنيتها، لما تقدم معنا من أن القرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة. فهذه السورة نزلت كما قال كثير من المفسرين في شأن عثمان بن طلحة الشيبي رضي الله عنه، ذاك الرجل الذي طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوما وهو في مكة، لما كان عليه الصلاة والسلام والمسلمون مستضعفين في مكة، طلب منه المفتاح، اشتهى أن يصلي في جوف الكعبة، فأغلظ له القول وأساء. يعني هذا الرجل أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه بكلام غليظ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعله يكون يوما بيدي أضعه حيث شئت، يعني هذا المفتاح يوم من الأيام سيكون عندي أضعه حيث شئت. فقال له الرجل: لقد ذلت قريش وهانت. فقال له عليه الصلاة والسلام: بل عزت يومئذ وسادت. لما جاء عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وأراد أن يدخل إلى الكعبة المشرفة، علي بن أبي طالب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه بالمفتاح، فهذا الرجل حاول أن يتمنع، فعلي رضي الله عنه لوى يده وأخذ منه المفتاح عنوة وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل واختار من أصحابه رجلين: بلال بن رباح الحبشي وأسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وكان أسود أفطس الأنف. أسامة رضي الله عنه رغم أن أباه زيدا كان أبيض شديد البياض وهو عربي من بني كلب، إلا أن أسامة أخذ صفات أمه بركة الحبشية أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار هذين فأدخلهما معه إلى الكعبة، وصلى عليه الصلاة والسلام في أنحائها، ثم لما خرج عليه الصلاة والسلام قال له العباس: يا رسول الله اجمع لنا بين السدانة والسقاية. يعني مثل ما أننا مسؤولون نحن بني هاشم عن زمزم وسقاية الحجيج، اجعل مسؤولية الكعبة أيضا منوطة بنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يستدعي عثمان بن طلحة، فجاءه علي وكلمه في رفق بأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه، فقال له: جئت تعتذر بعدما أغلظت؟ فقال له علي: لقد أنزل الله في شأنك قرآنا. فجاء هذا الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع إليه مفتاح الكعبة، قال: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وهذا الرجل أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن هذه السورة المباركة سورة مدنية، وهي غزيرة الأحكام أيها الإخوة الكرام، وتحتاج إلى مزيد من تيقظ وانتباه، ونكتفي في هذا الدرس إن شاء الله بالآية الأولى منها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. السورة المباركة هي إحدى عشر سور في القرآن افتتحت بالنداء. عندنا في القرآن عشر سور فقط افتتحت بالنداء. هذه السورة وسورة الحج افتتحت بيا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وفي سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وعندنا في القرآن ثلاث سور افتتحت بيا أيها الذين آمنوا، سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وسورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وسورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وعندنا في القرآن سورتان قد افتتحتا بنداء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أوصافه، يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. وثلاث سور افتتحت بندائه عليه الصلاة والسلام بوصف النبوة. سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله، وسورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وسورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فالمجموع كم؟ عشر سور في القرآن. وقد تقدم معنا الكلام أيها الإخوة الكرام في أن النداءات في القرآن على كم نوع؟ ثمانية أنواع. ثمانية أنواع. النوع الأول النداء العام كما في هذه السورة يا أيها الناس، وكما في قوله تعالى يا بني آدم، يا بني آدم، وكما في قوله تعالى يا أيها الإنسان. هذا نداء عام للمؤمن والكافر، للبر والفاجر. ثم النوع الثاني من النداء في القرآن النداء لأهل الإيمان، وقد تكرر هذا 89 مرة يا أيها الذين آمنوا. مضى معنا في سورة البقرة 11 نداء، وفي سورة آل عمران 7 نداءات، وفي هذه السورة سيأتي معنا 9 نداءات بيا أيها الذين آمنوا. ثم النوع الثالث نداء لصنف من أهل الإيمان، نداء لصنف مخصوص من أهل الإيمان، كما في قول ربنا جل جلاله فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وكما في قوله تعالى يا أولي الأبصار. فهذا نداء لصنف مخصوص من أهل الإيمان. ثم النوع الرابع نداء الكفار، وهذا ما حصل إلا مرة واحدة، يا أيها الذي يكون يوم القيامة يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم النوع الخامس نداء لأشخاص لأعيانهم، كما في قول ربنا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا موسى إني اصطفيتك، يا عيسى إني متوفيك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا أيها النبي، أو يا نساء النبي. فهذا نداء لأشخاص معروفين. فهذا هو النوع الخامس.
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. بشرى للأسر السودانية بالداخل والخارج. قناة تفوق الفضائية، قناة التعليم للجميع. نقدم لأبنائنا الطلاب الحصص المدرسية أساس وثانوي طوال العام، برامج تعليمية إرشادية ثقافية مميزة، نخبة من المعلمين الأكفاء، طرق مبتكرة في التدريس والتقديم. قناة التفوق تضم كادرا متميزا يعمل باستوديوهات مجهزة بأحدث المعدات. قناة التفوق تبث برامجها على مدى 24 ساعة على القمر الصناعي عرب سات على التردد 11765 أفقي. مع تفوق أنت تسعى للتفوق. ثم النوع السادس، نداء لصنف مخصوص من الكفار، كما في قول ربنا جل جلاله: يا أهل الكتاب، يا بني إسرائيل، يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. هذا صنف مخصوص من الكفار. ثم النوع الكم؟ السابع. السادس؟ السابع، نداء موجه للجمادات، للجمادات، كما في قول ربنا جل جلاله: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، يا جبال أوبي معه، ونحو ذلك. ثم النوع الثامن والأخير، نداء لم يرد به حقيقته، نداء ما أريد به النداء، وإنما هو خارج مخرج المجاز، كما في قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ويلتى ليتني لم أوت كتابية، ونحو ذلك من الآيات. هذا النداء يا أيها الناس تكرر في القرآن 18 مرة، 18 مرة. مر معنا في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وفي هذه السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. وفي سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. ثم في سورة الحج 4 نداءات: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ثم في خواتيم سورة لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. وفي سورة فاطر 3 نداءات: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الناس إن وعد الله حق، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وآخر نداء إنما هو في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالمجموع 18 نداء. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس. مضى معنا الكلام في سورة البقرة في أن كلمة الناس أصلها أناس، وحذفت الهمزة تخفيفا. كلمة الناس أصلها الأناس، حذفت الهمزة تخفيفا. وكلمة الناس من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، مشتقة من النوس، والنوس هو التحرك، ناس ينوس إذا تحرك. ومنه قول أم زرع: أناس من حلي
أذني. يا أيها الناس اتقوا ربكم. مضى معنا الكلام في أن تقوى الله عز وجل أن نجعل بيننا وبين عذابه وقاية بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، بأن نعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن نترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال ابن عاشور رحمه الله وقد عدل إلى لفظ الرب عن الاسم العلم، ما قال يا أيها الناس اتقوا الله، بل قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، لأن لفظة الرب مشعرة بالسيادة والملك والتربية، فالله مالكنا، الله سيدنا، الله هو الذي أوجدنا من العدم، هو الذي أمدنا بالنعم، هو الذي يرعانا ويحوطنا جل جلاله. فلذلك جيء بلفظة الرب التي تجعل الإنسان يستحي من الله عز وجل أن يتمرد على أوامره ونواهيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم. ثم قال سبحانه الذي خلقكم من نفس واحدة، جاء بأخص خصائص الربوبية وهي الخلق، كما مر معنا في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم. وفي هذا تبكيت وتقريع للمشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام أو يعبدون الملائكة أو يعبدون الجن. الله جل جلاله قال لهم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. يا من تعبدون الجن أو الملائكة أو الأصنام أو الكواكب، هل هؤلاء قد خلقوا شيئا؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالله جل جلاله يذكر أخص خصائص الربوبية وهي الخلق. الذي خلقكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها. للمفسرين في ذلك قولان، وخلق منها زوجها أي من بقية الطين الذي خلق منه آدم. خلق آدم عليه السلام من طين لازب، ومن بقية ذلك الطين خلق حواء، هذا قول. والقول الثاني وخلق منها أي من آدم عليه السلام من تلك النفس الأولى خلق منها زوجها، وهذا القول الثاني هو الذي يشهد له الحديث الصحيح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم، خلق حواء من ضلع آدم، نص على أن حواء مخلوقة من بعض آدم عليه السلام. وفي الحديث الآخر اتقوا الله في النساء فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه أي لسانها. فنص من النبي عليه الصلاة والسلام أن حواء قد خلقت من آدم. وهذا المعنى الذي يقرره القرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يوفر على البشرية عناء طويلا، فإن البشرية قد حارت في شأن المرأة فيما مضى، كانت بعض الحضارات تعد المرأة رجسا ونجسا وأمرا غير مرغوب فيه، ولا تلجو إليه إلا الضرورة. وبالمقابل الجاهلية المعاصرة تطرفت أيضا فأعطت المرأة من الصلاحيات والحقوق ما ليس لها. القرآن الكريم يقرر أن المرأة مخلوقة من الرجل، ومستندة في أصل وجودها إلى الرجل، وأنها مع الرجل زوج،
زوج، فإن كلمة الزوج لا تطلق إلا على الاثنين، فالرجل والمرأة زوج، لكن عرف الناس جرى على تسمية الرجل والمرأة بالزوجين، بل بينما هما زوج زوج واحد. ولذلك ربنا قال: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، الذي تتزاوج به تصير به زوجا. وكلمة الزوج أيها الإخوة الكرام مثلما تطلق على الرجل تطلق على المرأة، كما مر معنا في قول ربنا جل جلاله: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهذه اللغة الفصيحة، ولم يقع في كلام العرب ذكر زوجه بالهاء إلا على سبيل الندرة، كما في قول الفرزدق: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. ومنه أيضا الحديث: إنها زوجتي صفية، وإلا فالرجل زوج والمرأة زوج. ودائما في المواريث الفقهاء رحمهم الله يفرقون ويقولون زوج وزوجه، من أجل أن يميزوا نصيب هذا عن نصيب تلك. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثم قال: وبث، أي أخرج ونشر، أخرج ونشر، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. المعنى: ونساء كثيرات، ونساء كثيرات، رجالا كثيرا ونساء كثيرات. وهذه الكثرة أيها الإخوة الكرام هي في النساء أغلب، فالنساء في الغالب أكثر من الرجال، حتى في النار النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإني أريتكن أكثر أهل النار. فهذا يدل على أن النساء أكثر عموما، كما استنبط ذلك ابن تيمية رحمه الله، لأن الله تعالى يقول لآدم يوم القيامة: أخرج بعث النار من ولدك، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: لو من كل 1999. فإذا كان أكثر أهل النار من النساء، وأهل النار هم أكثر بني آدم، فمعنى ذلك أن النساء في بني آدم أكثر من الرجال. قال الله عز وجل: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كان في قدرة الله عز وجل أن يخلق ابتداء رجالا من تلك الطينة ونساء، وليس بينهم صلة، بعد ذلك يتزاوجون، لكن لا، الله جل جلاله أراد أن يكون مبدأ البشرية من أب واحد وأم واحدة، يكونان أسرة واحدة، يتناسل منهما البنون والبنات، ثم بعد ذلك يتزاوجون ويتكاثرون، ويكون ذلك بداية البشرية. فالله جل جلاله أراد أن تكون الأسرة هي نواة المجتمع الأولى، ولذلك في هذه السورة يحوط تلك الأسرة بالتشريعات التي تمنع تصدعها وزوال بنائها. قال الله عز وجل: واتقوا الله، كرر الأمر، واتقوا الله، ها هنا ذكر الاسم العلم من أجل أن يوقع الروعة في قلوب السامعين والرهبة. واتقوا الله الذي تساءلون، هذه قراءة الكوفيين الثلاثة: عاصم وحمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر. واتقوا الله الذي تساءلون، وأصلها تتساءلون، تتساءلون، حذفت إحدى التائين تخفيفا. وقرأ الباقون: واتقوا الله الذي تساءلون، وأصلها أيضا تتساءلون، لكن أضغمت التاء في السين لتقارب مخرجيهما، فإن التاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، والسين تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا السفلى.
ثم إن التاء والسين يتفقان في أنهما من حروف الهمس ومن حروف الإصمات، ولذلك قراءة الجمهور واتقوا الله الذي تساءلون به، أي اتقوا الله الذي تتساءلون به، توثقون عقودكم باسمه وعهودكم باسمه، ويحلف بعضكم لبعض باسمه، ويسأل بعضكم بعضا باسمه جل جلاله. يعني الآن في كلامنا قل عليك الله أعطني كذا، أو يقول القائل سألتك بالله كذا وكذا، لما وقر في النفوس من تعظيمه جل جلاله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله فأعطوه، وملعون من سئل بوجه الله فلم يجب. فلذلك ربنا قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه قراءة الجمهور، أي اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقرأ حمزة بن حبيب الزيات وحده والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي تتساءلون به وبالأرحام. ولذلك كان من عادة العرب أن يقول القائل ناشدتك الله والرحم، أو أسألك بالله وبالرحم، أي بالرحم الذي بيننا وبينك. والعرب كانوا يعظمون شأن الأرحام، شأن الأنساب. فلذلك ربنا جل جلاله قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أبي أيوب في الصحيحين في سفر من الأسفار، فأخذ أحد الأعراب بزمام ناقته أو بخطامها، فقال يا محمد دلني على عمل يقربني من الجنة إن عملته. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال لهم لقد هدي الرجل، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتؤدي الصلاة وتؤدي الزكاة، وتصل الرحم، وتصل الرحم، هذا الذي يؤدي بك إلى الجنة. وصلة الرحم أيها الإخوة الكرام نفعها في الدنيا في بركة الرزق وبركة العمر وطمأنينة النفس. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم. والرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وقرأ عليه الصلاة والسلام فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولو أن قائلا قال من هم الأرحام، فالجواب أيها الإخوان بأن الأرحام هم الذين ذكرهم الله في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب في قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الأرحام هم جميع قرابتك من جهة أبيك ومن جهة أمك، فيدخل في ذلك الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ومن تناسل منهم، ومن تناسل منهم، من كان منهم من المحارم ومن لم يكن. وبعضهم أولى بالصلة من بعض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل من أبر قال أمك وأباك ثم أدناك أدناك، أمك وأباك ثم أدناك أدناك. فالأم أولى من الأبي، والخالة أولى من الخال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، فعد الخالة أما. وكذلك في القرآن الكريم العم معدود أبا،
فالله جل جلاله قال على لسان يعقوب: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإسماعيل ما كان أبا ليعقوب، إنما كان عما، أليس كذلك؟ إسماعيل هو عم يعقوب وليس أبا. والله عز وجل سماهم جميعا، سماهم آباء. وصلة الأرحام أيها الإخوة الكرام تكون بالمستطاع، تكون بالزيارة وتفقد الحال وطيب الكلام وإفشاء السلام وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى وما إلى ذلك. وتكون صلة الأرحام كذلك بإغاثة ملهوفهم وإعانة محتاجهم والصبر على أذاهم. وتكون صلة الأرحام كذلك بالسؤال عنهم بالأقل بالهاتف من كان منهم بعيدا مقيما في بلد أخرى، فالإنسان يتصل بهم حينا بعد حين متفقدا أحوالهم، مدخلا السرور عليهم، داعيا لهم. يكتب الله له بذلك الأجر العظيم والثواب الكبير. وأعظم صلة الرحم أجرا إذا كانت مع ذي رحم كاشح، إذا كانت مع ذي رحم كاشح، يعني ذو رحم يكفهر في وجهك ويعبس، وإذا قلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال لك مرحب أو قال لك أهلا ونحو ذلك، أجرك مع هذا أعظم. فإن كثيرا من الناس أيها الإخوة الكرام صلة الرحم عندهم على سبيل المكافأة، من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته، من زارني زرته. وللناس في ذلك كلام، يقول لك البيع الباعك بيعه والما بجاملك ما تجامله ونحو ذلك من الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أحد الصحابة: إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال له عليه الصلاة والسلام: إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، بتسففهم المل الرماد الحار، ولا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال: ليس الواصل بالمكافئ، يعني أزور اللي يزور وما أزور الما يزور، هذه ليست صلة رحم. ليس الواصل بالمكافئ، الواصل حقيقة هو الذي يصل من قطع. إن الله تعالى يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ولذلك ربنا جل جلاله قال لنا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان عليكم رقيبا، أي حافظا جل جلاله. قال ابن جزي رحمه الله، ابن جزي الكلبي المالكي صاحب التسهيل في علوم التنزيل، قال: والمراقبة من أعظم المقامات، وهي مكونة من علم وحال. أما العلم فبأن يعلم العبد أن الله عز وجل ناظر إليه مطلع عليه، يعلم جميع أحواله وما يخطر على باله، ويسمع جميع أقواله، ويرى جميع أفعاله، ويترتب على ذلك حال أن يستصحب مراقبة الله دائما، يعني دائما في كل حال يقول: الله سامعي، الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله معي، كما قال جل جلاله: وهو معكم أينما كنتم، أينما كنتم، على طاعة أو معصية، على خير أم شر، على بدعة أم سنة، الله جل جلاله مطلع عليكم، عليم بأحوالكم. ويأتي معنا تكميل تفسير هذه السورة في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم ما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا أجمعين، وأن يغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات،
اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير. اللهم ابعث مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.